الذي أريد الإشارة إليه أن مصر في مركزها الاستراتيجي هي مهمة جدا، وكل ما تعرفنا عليه وناقشناه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يدعونا للتعامل بمنهج بيئي، وهو أمر هام. وكل هذه التحديات في مجال الطاقة يجب أن تتم مناقشتها، ويجب التعامل معها وبالروح القوية والاستثمار، سواء من خلال الشركات الخاصة أو العامة، فهو بالطبع أمر هام بالنسبة لمصر. أحببت الناس هنا، وأحببت فكرة أن الناس جميعهم مرحبون جدا، ورأيت كم يشعر الناس في الشوارع أنهم مصريين بحق بدون أي عنف أو تكليف. ولكن المميز كان أن هناك روحا مصرية في كل شيء. وبالطبع هناك الكثير من التحديات التي يواجهونها، وبالطبع هناك مشاكل كثيرة، ولكنها موجودة في كل بلاد العالم وحتى في دول الاتحاد الأوروبي، وهو نفسه الحال مع الأزمة الاقتصادية والتي يهتم بها المسؤولون هنا في نقاشاتهم معنا، وأيضا عن تبعات الحرب في أوكرانيا، وهي كلها أمور يجب أن نواجهها. فكما أرى حاليا كثير من التحديات، فمصر لديها الكثير من الفرص الضخمة. التقيت بالعديد من الشخصيات الرسمية في مصر، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وكان بيننا نقاش قوي ومميز عن حقيقة أن مصر دولة استراتيجية، ومصر هي دولة لديها تحديات في ملف السكان. وأيضا تحدثنا عن أن مصر عليها البحث عن العناصر الجيدة لتواجه هذه التحديات، لأن في القاهرة يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، والعدد تزايد في السنوات الأخيرة، وأيضا في الأسكندرية حيث ذهبت هناك من 6 إلى 7 ملايين نسمة. فهذا أمر يدعو لأن تقوم الاستثمارات لفائدة كل هؤلاء الناس الذين يتمركزون في مدن محددة، وهو أمر يحتاج للكثير من الاستثمارات والنقاشات، وهو ما ركزت فيه خلال حديثي مع وكيل مجلس النواب.